السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تلفزيون البحرين، معكم أحمد البلوشي، والبداية دائما مع العناوين. وزير الصناعة والتجارة يشارك في اجتماعات معهد الخليج العربي بواشنطن ويستعرض النمو الكبير الذي حققته البحرين في كافة المجالات. مجلس التنمية الاقتصادية يستقطب استثمارات بأكثر من 200 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري. السعودية توافق على قانون جديد ينظم تجارة المنتجات النفطية. وتتابعون في النشرة أيضا، قطر تسحب 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لاحتواء أزمتها. أهلا بكم من جديد. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني في مباحثات الطاولة المستديرة التي نظمها معهد الخليج العربي في واشنطن. وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة والجهود التي يقوم بها المعهد في تطويرها وتعزيزها بما يتواكب تطلعات قيادتي البلدين ويصب في صالح شعبيهما الصديقين. هذا ويعد معهد الخليج العربي في واشنطن الذي تأسس عام 2014 مؤسسة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الفهم وأهمية التنوع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دول الخليج العربية. طبعا اليوم التجمع هو مجموعة مختصة أكثر عن قرب بدول الخليج العربي، واجتمعنا معهم صباح هذا اليوم لنطلعهم على المستجدات اللي طرأت في الاقتصاد البحريني والاقتصاد الخليجي بصفة عامة، وفرص الاستثمار المتواجدة، فرص التعاون المتواجدة معهم. كان لقاء صريح وشفاف، وتكلمنا فيه عدة أسئلة طرحت عن شنو التطورات اللي تمت وشنو التطورات المستقبلية ومجالات التعاون، وتطرقنا لها بتفصيل عميق، وأعتقد أن نجحنا في توصيل رسالة عن الفرص الموجودة في المنطقة وفي البحرين بالأخص. It was a very important session for us to hear. لقد كانت جلسة هامة للغاية بالنسبة لنا لسماع أفكار سعادة الوزير والعرض الوافي الذي قدمه حيال الخطط والبرامج التي تقوم بها البحرين، ولقد لفت انتباهي الحديث الهام حول الاستثمار في فئة الشباب بالإضافة إلى النمو الكبير في كافة القطاعات الأخرى بما فيها القطاع السياحي. رحب خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بزيادة استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مملكة البحرين، وقال الرميحي إن التحول الاقتصادي الذي تشهده أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في خلق فرص واعدة للشركات الصناعية والخدمات اللوجستية، وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد نجح في استقطاب استثمارات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في البحرين في النصف الأول من العام 2017. ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات ما يقارب 1000 وظيفة على مدى 3 سنوات القادمة، كما ستدعم الآلاف من الوظائف غير المباشرة، وهو ما يهدف له المجلس من خلال دوره الرئيسي في استقطاب وتشجيع الاستثمارات. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملة الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1270 نقطة بارتفاع نسبته 0.04% عن معدل الإقفال السابق، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين و239 ألف سهم
بقيمة إجمالية تجاوزت 1,774,000 دينار تم تنفيذها من خلال 144 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 37% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الخضراء. نتابع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنقطة مئوية أو بنسبة مئوية واحدة ومغلقا عند مستوى 7011 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع إنتاج الأغذية وأيضا الاتصالات. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع يقارب 20 النقطة مئوية عند مستوى 6633 نقطة، وذلك لقوة أداء مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا التكنولوجيا. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق بارتفاع طفيف 0.07% مغلقا عند مستوى 4505 نقاط بسبب تقدم مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا الطاقة. بينما سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.75% مغلقا عند مستوى 3672 نقطة، ويعود سبب الصعود لارتفاع مؤشر قطاعات الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية. في حين كان الخاسر الوحيد في تداولات اليوم سوق مسقط للأوراق المالية مغلقا بتراجع بنسبة 0.46% مغلقا عند مستوى 5066 نقطة، وذلك بتأثر بتراجع مؤشر قطاعي المال وأيضا الخدمات. في خبر آخر، وافقت السعودية على قانون جديد ينظم التجارة في المنتجات النفطية، مؤكدة مواصلة سياسة إصلاح أسعار الطاقة المحلية وربط الأسعار تدريجيا بالمؤشرات العالمية. وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية بشرط أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا كوقود في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة، وأي تعامل مع المنتجات في عملية التصنيع يجب أن تكون بالأسعار العالمية. هذا وستتولى مصلحة الجمارك السعودية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية. أظهرت بيانات لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان أن السعودية والإمارات تملكان نحو 10.5 مليون برميل من النفط الخام في نهاية أغسطس ضمن مخزونات اليابان، وذلك دون تغيير عن الشهر السابق. وتقدم الحكومة اليابانية سعة تخزين الخام مجانا إلى السعودية إلى أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدونوك، ويمكن لكل منهما تخزين ما يصل إلى 14.4 مليون برميل. وفي مقابل تقديم التخزين المجاني، تنال اليابان أولوية في السحب من المخزونات في حالة الطوارئ، وتتعامل معها كمخزونات شبه حكومية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن قطر سحبت ما يزيد على 20 مليار دولار من صندوقها السيادي في محاولة امتصاص الأزمة الناجمة عن قطع الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب العلاقات معها. وقال وزير المالية القطري علي العمادي في تصريح للصحيفة البريطانية إن ودائع جهاز قطر للاستثمار جرى اللجوء إليها لتوفير سيولة في البنوك بعدما خرجت من البلاد ودائع تفوق 30 مليار دولار. وكانت موديز للتصنيف الائتماني قد كشفت أن قطر ضخت 38 مليار دولار للتخفيف عن اقتصادها من تبعات أزمتها، كما أن جهاز قطر للاستثمار تخرجت من حصص في كل من مصرف كريدي سويس وذا سويس بنك وشركة روس نفط النفطية وتيفاني أند كو. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: انقضاء 30 عاما على أسوأ أزمة لأسواق الأسهم العالمية أو ما يعرف بالأثنين الأسود. قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محمد باركندو إنه لا شك في أن سوق النفط تستعيد توازنها في أعقاب جهود خفض الإنتاج التي يبذلها منتجو النفط العالميون، مضيفا أن استعادة التوازن تجري بوتيرة متسارعة.
وكشف باركندو خلال خطاب ألقاه في مؤتمر في لندن أن توازن سوق النفط يلوح في الأفق. وفي الأثناء حذر الرئيس التنفيذي لشركة روس نفط الروسية إيغور سيشن خلال منتدى لقطاع الطاقة في فيرونا أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد يؤدي لزيادة الإمدادات بشدة في 2018 وزعزعة استقرار السوق مجدداً. ارتفعت ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي لمستوى 101 نقطة خلال الشهر الجاري، وهو الأعلى في 13 عاما. وكشفت البيانات أن الزيادة القوية لثقة المستهلكين جاءت نتيجة للتوقعات بارتفاع الانفاق الاستهلاكي حتى منتصف عام 2018، مع التفاؤل لدى الأمريكيين بوتيرة النمو المتوقع من الناحية الشخصية واقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام. ولن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. ثلاثون عاما مضت على ما يعرف بيوم الاثنين الأسود في 19 من أكتوبر عام 1987، وهو اليوم الذي شهدت فيه أسواق الأسهم العالمية أكبر تراجع يومي في تاريخها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بطبيعة الحال يتأثر المستثمرون بتقلب أسهم أسواق المال بسبب الخسائر أو الأرباح، إلا أن أكثر التحولات قسوة هو ما حدث في أسواق الأسهم يوم الاثنين في 19 من أكتوبر عام 1987. Good evening everyone. Well, the law of gravity hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter as stock prices plunged even more than they did on Black Tuesday of 1929. When the dust settled, the Dow Jones Industrial Average had lost more than 508 points on volume of 604 million shares. That's nearly double the previous record. We have reports on the impact of the crash from New York, London, Washington, and Chicago. هبط مؤشر داو جونز بنحو 22.6% ليفقد أكثر من 500 مليار دولار، ما تسبب في انتشار حالة ذعر عالمي وانهيار أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 12.8% في يوم واحد، كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 20%، واستغرق 648 يوما ليتعافى من الانهيار الذي لاحقه. بلغت نسبة التراجع التي خيمت على أسواق الأسهم العالمية 10.8%. ويستند مجموعة من المحللون في تفسيراتهم ليوم الاثنين الأسود لعدة أسباب، أبرزها التعقيد المتزايد الذي بدأ يطغى على تعاملات المستثمرين، والذي يرجع إلى ما يسمى بالتداول المحوسب، والذي كان في مراحله الأولى جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التحوط الجديدة التي بدأت تستخدم العقود الآجلة نسبيا. وكانت برامج التداول تستخدم من جانب المؤسسات لحماية نفسها من ضعف الأسواق، ومع تراجع أسواق الأسهم في ذلك اليوم وخسائر مؤشر داو جونز بدأت تلك البرامج وبشكل تلقائي في تصفية الأسهم. أما بالنسبة لأساليب التحوط فقد ساهمت في الانهيار عبر منح المستثمرين إحساسا زائفا بالثقة للمؤسسات التي تدار بها المخاطر، حيث اعتقد المستثمرون أن تأمين المحفظة من شأنه أن يحول دون الخسائر الكبيرة في رأس المال. كفانا الله الأيام السوداء. وفي الختام نذكركم بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة يشارك في اجتماعات معهد الخليج العربي بواشنطن ويستعرض النمو الكبير الذي حققته البحرين في كافة المجالات. مجلس التنمية الاقتصادية يستقطب استثمارات بأكثر من 200 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري. السعودية توافق على قانون جديد ينظم تجارة المنتجات النفطية. وقطر تسحب 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لاحتواء أزمتها. وصلنا لنهاية النشرة الاقتصادية، قدمنا لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نرحب دوما بتواصلكم معنا عبر بريدنا الإلكتروني في azednews@info.gov.bh. شكرا للتابعة وفي أمان الله.